بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر يا أبت لم تعبد شيئا يا فاتبعني أهدك صراطا سويا واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا
يا سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا.
نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه
صلى